تعتبر المدرسه الابتدائيه بصبي ابو جمعه بأعلى بلديه تكسنه بججل من بين المدارس التي فتحت ابوابها استثناء لاستقبال تلميذين فقط وسط ظروف حسنه للتمدرس. ضمان لتمدرس التلاميذ في المناطق النائيه المعزوله مراعاة لظروف هؤلاء الناس خصوصا الظروف الاجتماعيه عدم تمكن الأولياء من تدريس أبنائهم في مناطق حضرية أو توفير النقل لهم على الدور كما شفتوا معنا كل الظروف مواتية ومحفزة من أجل التحصيل الجيد رغم ظرف هذا الاستثنائي الذي تمر به البلاد إلا أن كل المواد سواء ما تعلق بمواد التعقيم أو الوجبات الساخنة فكل هذه الأمور متوفرة والحمد لله المعلمون اكدوا بان جل الظروف هيئت لاستقبال التلميذين عمار وايمن التلميذين ايمن وعمار راح يحصلوا على تعليم نوعي على عكس المدارس الاخرى اللي تعاني يعني من الاكتضاد المستوى تاعهم يعني كاين فروقات فرديه بين التلميذين رغم أن المدرسه يعني وقع في منطقه نائيه الا ان الدراسه راهي متواصله في التلاميذ راهم ياخذوا حقهم من التعليم من التدفئه من الاكل في المطعم يعني على غير باقي المدارس الاخرى كاين الناس ربما يقولون انه ليس هناك تحفيز وغياب المنافسه ولكننا كطاقم تربوي أه نقوم بخلق جو من المنافسه بينهما أه من خلال أه تحفيزهما و... اولياء التلميذين ثم فتح المدرسه وتجنب تنقل ابنائهم لمسافات طويله قلت يعني هنا كيقرا والله يعني الحمد لله كما يقولوا لا زوج دراري وزايد كما قالوا كي حمله حول عاود يعني التعب ديالهم دل... اسمع اكثر من الاخر هما هنا خير من ما كلش الاستاذ عني والله لاقيين بهم الله يبارك شي ما خصهم الحمد لله وتظل ولايه جيجل من بين المناطق التي تخفي جبالها نماذجا عن الكفاح والصمود